كورس تعليم الكاردياك أوسكلتيشن أعده وشرحه أستاذ الدكتور خيري عبد الدايم، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس. الجزء الأول Normal and Abnormal Heart Sounds. الكاردياك أوسكلتيشن لازم يكون آخر خطوة في الكلينيكال اكزامينيشن اوف ذا هارت، يعني لازم يكون بعد، مش قبل، بعد اخذ الهيستوري وعمل الجنرال اكزامينيشن وعمل الانسبكشن والبالبيشن والبركشن في اللوكال اكزامينيشن. وفي كل حاله نعمل فيها اوسكلتيشن لازم نوسكلتيت على الاقل 5 اماكن. نبتدي بالايبكس، ثم الترايكاسبيد اريا، ثم البالمونري اريا اللي هي second space to the left of the sternum، ثم الايورتيك اريا اللي هي second space to the right of the sternum، واخيرا second aortic area اللي هي third space to the left of the sternum. الخمس اماكن دول هما المينيمم اللي لازم يتعمل لهم اوسكلتيشن، لكن في كتير من الأحوال بنحتاج نضيف إليهم أماكن تانية زي الأكزيلا أو النيك أو الباك أو غيرهم حسب اللزوم، وده هنجيله فيما بعد. افتكروا كمان أننا لازم نسمع الترايكاسبيد إيريا والماترال إيريا بالديافرام والكون الاثنين، مرة ده ومرة ده. ليه؟ لأن الديافرام بيسمعنا كويس الهاي بيتشد ساونز اند ميرمز زي الاوبننج سناب والميرمز اوف ماترال انكومبتنس، بينما الكون ضروري علشان نسمع اللو بيتشد ساونز اند ميرمز زي الثيرد اند فورث هارت ساونز وزي الميرمر بتاعه الماترال ستينوزس. اما على البيز يعني على البالمونري والايورتيك ارياز ممكن نكتفي بالسماع بوسط الديافرام، لأن معظم المطلوب سماعه في الحتت دي هاي بيتشد. دلوقتي تخيلوا أنكم حطيتوا السماعة على الإيبكس الماترال إيريا وابتدينا نسمع. هنسمع إزاي؟ أول قاعدة أساسية في الأوسكلتيشن هي أننا في الأول ما نحاولش نسمع كل حاجة في وقت واحد، لكن ناخد جزء من الكاردياك سايكل نركز عليه وننسى كل شيء غيره، وبعد ما نعرفه كويس ننقل لجزء تاني نركز عليه برضو وننسى الباقي وهكذا. يعني أول ما بنسمع بنبقى عاوزين نعرف الفيرست ساوند والسكند ساوند، نركز عليه وننسى أي ميرمز أو فايندينجز تانية حتى لو كانت موجودة. وبعد ما نعرف الفيرست من السكند ساوند وبالتالي نعرف السيستلي من الدياستلي، نركز على السيستلي لوحده علشان نسمع اي ميرمر او كليك فيه، وفي نفس الوقت نحاول نشيل من ذهننا اي اوسكلتاتوري فايندينج في الدياستلي عشان ما تلخبطناش. وبعد ما نعرف ايه اللي في السيستلي نرجع نركز على الاوسكلتاتوري فايندينجز اللي في الدياستلي فقط، وبرضه نحاول ما نسمعش الكونتنس اوف ذا سيستلي وهكذا. وحتى في سماع جزء واحد من الكاردياك سايكل احسن شيء ان الواحد يدور على الاوسكلتاتوري فايندينجز الممكنه واحده واحده. يعني مثلا وانا بسمع الدياستلي بعمل الاتي: اولا بعرف فين الدياستلي من السيستلي، ثانيا أركز على الدياستلي فقط وأشيل من بالي كل شيء في السيستلي، ثالثا أسأل نفسي هل في early diastolic murmur وأركز بس على المنطقة اللي بعد السكند ساوند مباشرة، رابعا أسأل نفسي هل يا ترى في mid diastolic murmur وأركز على وسط الدياستلي، خامسا أسأل نفسي هل يا ترى في pre-systolic murmur وأركز على الجزء اللي قبل الفيرست ساوند مباشرة يعني آخر الدياستلي، سادسا أسأل نفسي هل في third heart sound وأركز على الوقت اللي أنا متوقعه فيه، سابعا أسأل نفسي هل في fourth heart sound وأركز على الحتة اللي المفروض بيجي فيها
وهكذا. عمري ما أحاول أسمع كل حاجة في نفس الوقت. زي ما اتفقنا، أول ما بنسمع أي إيريا لازم نتعرف على الفيرست من السكند ساوند ونعرف فين السيسلي وفين الداسلي. إزاي؟ في كذا وسيلة. أولا، لو كانت الهارت ريت طبيعية أو بطيئة بيبقى سهل، لأن الهارت بيتس بيكون بينهم مسافة كبيرة نسبيا، فبنسمع الفيرست ساوند والسكند ساوند جنب بعض وبعديهم مسافة كبيرة، زي المثال الآتي. في الحالة اللي سمعناها دي الهارت ريت كانت 60 في الدقيقة، لكن لما يكون في تاكيكارديا الهارت بيتس بيكونوا جنب بعض، والمسافات بين الفيرست والسكند ساوند بتبقى مقاربة للمسافات بين السكند ساوند والفيرست بتاع البيت اللي بعديه. تعالوا نسمع كده الهارت ساوند على سرعة 120. أظن ملاحظين إن في الحالة دي يبقى من الصعب شوية إن الواحد يتعرف على السيسلي من الدياسلي عن طريق المسافات فقط. نعمل إيه؟ نعمل تايمينج. إزاي؟ نبص على الإيبكس وهي طالعة وهي نازلة، أو نحط إصبعنا على الإيبكس فيما لو كنا بنسمع في إيريا تانية، أو لو كانت الإيبكس بيت مش محسوسة قوي يبقى أحسن طريقة إننا نمسك السماعة بالإيد اليمين وفي نفس الوقت نستعمل الإيد الشمال نحس بيها الكاروتيد بالس، نعمل بيه تايمينج. الساوند اللي بيجي مع طلعة الإيبكس بيت أو الكاروتيد بالس بيكون الفيرست، والساوند اللي جاي مع آخر نزولهم بيكون السكند. اوعوا تستخدموا الريديال بالس في التايمينج، علشان البالس ويف بتاخد وقت علشان تمشي من الهارت للريست، وطلعت الريديال بالس بتيجي متأخرة في وسط السيسلي مش مع الفيرست هارت ساوند. اسمعوا تاني النورمال هارت ساوند على ريت 60، وركزوا مش على المسافات لكن على الكواليتي بتاع كل واحد من الهارت ساوند. حتى بدون تايمينج رنت الفيرست هارت ساوند غير رنت السكند هارت ساوند. الفيرست ساوند لور ان بيتش، يعني ادخن ها من السكند ساوند، ادخن من ناحيه التون او البيتش، وكمان ادخن من ناحيه الديوريشن. تعالوا نسمع كده النورمال هارت ساوند على سرعه 75 وبعدين على 105، وحاولوا انكم تركزوا على التعرف على الفيرست هارت ساوند من السكند هارت ساوند عن طريق الكواليتي والبيتش بتاعت كل واحد منهم بس. نسمع كده. بعد ما تعرفنا على الساونز من بعضهم نركز على الفيرست ساوند لوحده وننسى كل شيء تاني، ونسأل نفسنا هل يا ترى الفيرست ساوند ده واحد وبيور ولا في حاجة تانية معاه؟ نسمع الأول النورمال فيرست ساوند. بعد كده نسمع أنواع من الفيرست ساوند اللي معاه حاجة تانية. نسمع ده كمان. رجعوا الشريط كذا مرة واسمعوا تاني عشان تعرفوا الفرق. إذا كان الفيرست ساوند معاه حاجة تانية يا ترى إيه هي؟ أولا نسأل نفسنا هل الزيادة دي قبل الفيرست ساوند ولا بعده؟ الفيرست ساوند نفسه هنعرفه بالإيبكس بيت أو الكاروتيد بالس، والزيادة ممكن تكون قبليه أو بعديه. لو كان الساوند الزايد قبل الفيرست ساوند
يعني بيجي قبل الابيك سبيد، ده هيكون فورث هارت ساوند. طبعا احنا عارفين ان الفورث هارت ساوند بيتعمل بواسطه الكونتراكشن اوف ذا اتريا، يعني بنسمعه كويس في الحالات اللي الاتريال كونتراكشن بيكون سترونجر ذان نورمال. الليفت اتريال كونتراكشن بيكون سترونجر ذان نورمال في حالات الايورتيك ستينوزيس والهايبرتنشن والمايوكارديال انفاكشن، وبنسمعه على الابيكس بس. اما الرايت اتريال كونتراكشن بيكون سترونجر ذان نورمال في حالات البالمونري ستينوزيس والبالمونري هايبرتنشن. والرايت اتريال فورث ساوند بيتسمع على الترايكاسبيد اريا، يعني along the left sternal border تحت. نسمع الفورث ساوند دلوقتي تاني. هنلاحظ ان الفيرست ساوند مش لب بس، لا ده في قبليه حاجه زي كده درب، والدي اللي بنطقها قبل اللب هي الفورث هارت ساوند. خلوا بالكم ان الفورث ساوند لو بيتشت، يعني مش هيتسمع الا بالكون، ولازم الكون يتحط خفيف جدا على التشست وول، لاننا لو ضغطنا بيه السوفت تيشوز هتدخل جوه الكون وتحوله فانكشنالي الى دايفرام، والفورث هارت ساوند هيروح. ممكن كمان ان يكون في حاجة مسموعة بعد الفيرست ساوند مش قبيه، يعني هنسمع اولا الفيرست ساوند جاي مع طلعة الابيكس بيت، وبعديه كومبوننت تانية هي الاجيكشن كليك، دي بتتسمع على الابيكس وعلى الاورتيك اريا في حالات اورتيك فالف ستينوزيس وبعض حالات الكونجينيتال هارت ديزيز، وبتتسمع على البالمونري اريا في حالات البالمونري فالف ستينوزيس وحالات البالمونري هايبرتنشن. تعالوا نسمع كده الايجكشن كليك. هنا الفيرست ساوند مش لب بس، لا ده درك، يعني بعديه في الكليك. طبعا واحنا بنسمع الكاسيت ده مش هنقدر نعمل تايمينج للفيرست ساوند بالابيكس بيت عشان نحدد اذا كان الساوند الزياده ده قبله او بعده، انما حتى بدون التايمينج نقدر نفرق ما بين الفورث هارت ساوند مع الفيرست ساوند وما بين الفيرست ساوند مع الايجكشن كليك بطريقه تانية. تعالوا نعمل لنفسنا اختبار، نسمع الاثنين ورا بعض تاني ونحاول نفرق بنفسنا. اسمعوا كده. يا ترى اي فيهم الفيرست ساوند زائد الكليك؟ طبعا الثانيه. ليه بقى؟ لان الكليك هاير ان بيتش، يعني ارفع في طبقه الصوت من الفيرست ساوند، وكمان كليكي يعني بيطرقع شويه، بينما الفورث هارت ساوند المسموع في التسجيل الاولاني لوور ان بيتش، يعني ادخن في طبقه الصوت وعاده اقل من الفيرست ساوند في الانتنسيتي. تعالوا بقى نسمع حالتين تانيين ونحاول نعرف النيتشر بتاع الاكسترا ساوند من التون والبيتش بس. اولا ثانيا الأولاني كان فورث ساوند والتاني كان إيجكشن كليك. ساعات الإيجكشن كليك بتكون متأخرة، يعني بدل ما تكون بعد الفيرست ساوند مباشرة تكون تقريبا في وسط السيستلي، وفي الحالة دي بيسموها ميد سيستوليك كليك. نسمع كده. ثانيا
بس عندي زيادة ده كليك، لأنه كليكي بيطرع وجاي بعد الفيرست ساوند، إنما مش إيجكشن، يعني ما بيجيش في أول ما البلد بيبقى إيجكتد من الهارت، إنما جاي في وسط السيستلي، عشان كده اسمه ميد سيستوليك كليك، وده بيتواجد في حالات البرولابس أوف دي ميترال فالف. نتنقل بعد كده للسكند هارت ساوند. دلوقتي هننسى خالص الفيرست ساوند كما لو كان مش موجود، ونركز على السكند ساوند بس. احنا عارفين ان السكند ساوند فيه الخواص الاتيه: اولا انه بيست هيرد على البيز، يعني على الايورتيك والبالمونري ايريز. ثانيا انه هاير ان بيتش عن الفيرست ساوند واقصر منه شويه في الديوريشن. ثالثا انه مكون من تو كومبوننتس، الاولى معموله بالايورتيك فالف كلوجر، والثانيه معموله بالبالمونري فالف كلوجر. طبعا الايورتيك كومبوننت از بيست هيرد على الايورتيك اريا، انما بتسمع كويس على الايبكس. والبالمونري كومبوننت از بيست هيرد على البالمونري اريا، وكمان على الليفت استرنال بوردر فقط لا غير. تعالوا نركز بقى على السكند ساوند. اول حاجه لازم نعرفها هي اذا كانت الانتنسيتي بتاعته طبيعيه او اعلى من الطبيعي، وده نعرفه عن طريق المقارنه بينه وبين الفيرست ساوند. في الشخص الطبيعي السكند ساوند بتكون الانتنسيتي بتاعته اعلى من الفيرست، زي كده. لكن إذا كان الانتنسيتي اوف ذا سكند ساوند أعلى كتير من الفيرست، بيكون accentuated، وخاصة إذا كان له رنة زي المثال الآتي. رجعوا الشريط تاني واسمعوا النورمال والaccentuated sounds عشان تلاحظوا الفرق كويس. تعالوا بقى نسمع الصوت اللي جاي على انه اختبار، وركزوا على السكند هارت ساوند. ايه رايكم؟ طبعا السكند ساوند از accentuated. تاني حاجه لازم نقررها هي هل السكند ساوند ده لوحده ولا معاه حاجه تانيه؟ تعالوا الأول نسمع السكند ساوند لوحده وبيور. تعالوا بقى نسمع أنواع من السكند ساوند اللي متغير عن الطبيعي. أولا هنا يا دوبك السكند ساوند كان عريض شويه، لانه مكون من تو كومبوننتس جنب بعض خالص. ثانيا ده اوضح لان التو كومبوننتس ابعد عن بعض من المثال الاول. مثال ثالث ده أوضح وأوضح لأن التو كومبوننتس بعاد عن بعض جدا. ثلاث حاجات ممكن تخلي في صوتين بدل صوت واحد مكان السكند هارت ساوند. أولا السبليت سكند ساوند، ده بيتسمع على البالمونري اريا بس، ويمكن شوية along the left sternal border. في الإنسان الطبيعي وخاصة الأطفال السكند ساوند بيبقى سبليت لتو كومبوننتس في الانسبيريشن، ويرجع سنجل في الاكسبيريشن. تعالوا نسمع مثلا من النورمال سكند ساوند اللي السبليتنج فيه فيري وذ ريسبيريشن، ولاحظوا السبليت بس مع الانسبيريشن.
إذا كان صوت التنفس كان مخلي السماع صعب في المثال اللي فات، في الحالة اللي جاية صوت التنفس إحنا شلناه عن طريق ساوند فلترز خاصة ومسموع النورمال انسبيراتلي سبيتنج بتاع السكند ساوند لوحده. الحالة اللي فاتت السبيتنج كان موجود بس during inspiration وده طبيعي، إنما إذا كان السبيتنج موجود على طول في الإكسبيريشن والإنسبيريشن يبقى abnormal. نسمع مثال كده. عيدوا الشريط تاني عشان تلاحظوا ان السبيتنج ساعات بيبقى نارو وساعات بيبقى وايد، انما موجود باستمرار، وده بيحصل في حالات الرايت باندل برانش بلوك. في احوال تانية بنسمع الوايد سبيتنج بنفس المقدار سواء في الانسبيريشن او في الاكسبيريشن، يعني فيكسد سبيتنج زي المثال اللي جاي، برضو شايلين التنفس عن طريق فلترز. ده بيحصل في حالات الاتريال سيبتال ديفكت. هنسمع حالة تانية اتريال سيبتال ديفكت برضو بس فيها صوت الريسبيريشن اصعب شوية لان فيها مامز، لكن انتوا ما تنتبهوش الا للسكند ساوند بس، وشوفوا السبليتنج بتاعه during inspiration و during expiration. دلوقتي تعالوا ناخد عدة اختبارات ونشوف رأيكم في السكند ساوند ايه في كل واحدة. اختبار رقم واحد. اختبار رقم اتنين. كل واحد يكتب التشخيص في ورقة. اختبار رقم ثلاثة. عرفت الحل؟ الحل هو الحالة الأولى كانت atrial septal defect with wide fixed splitting of the second heart sound. الحالة الثانية كانت complete right bundle branch block with wide splitting of the second sound that increases with inspiration. الحالة الثالثة كانت normal inspiratory splitting of the second heart sound in a child. The second sound became single on expiration. ثانياً، تاني حاجة ممكن تعمل صوت زايد بعد السكند ساوند هو الثيرد هارت ساوند. ده ما بتسمعش عادة إلا بالكون بضغط خفيف، ولما تكون السماعة إما على الإيبكس وفي الحالة دي بيكون جنريتد في الليفت فنتكل، أو على التريكاسبيد إيريا وفي الحالة دي بيكون جنريتد في الرايت فنتكل.
تعالوا كده نسمع حالة فيها third heart sound. رجعوا الشريط واسمعوا حالة من حالات الـ wide fixed splitting with second sound، وحاولوا تتبينوا الفرق بينها وبين الـ third heart sound. ايه الفرق؟ بالإضافة إلى المكان اللي بيتسمع فيه كل واحد، فيه فروقات تانية. أولا الـ third heart sound أبعد عن الـ second sound من الـ split second sound. يعني إذا كان الواحد يمثل الـ third sound بـ lap to do، هيمثل الـ split second sound بـ lap drop. ثانيا الـ third heart sound lower in pitch، يعني أدخم ومور muffled عن الـ second sound. نسمع بقى third heart sound في حالة تانية. لما يكون في تاكيكارديا يبقى الفيرست والسكند والثيرد هارت ساوندز على مسافات شبه متساويه من بعضهم، وتتابعهم ورا بعض بيدي احساس بصوت زي صوت جري الحصان اللي هو الجلب بالشكل الاتي. لاحظوا ان الثيرد هارت ساوند ممكن يكون نورمال فاينينج في الاطفال، لكن في الادلتس دايما ابنورمال، وبيحصل اما في حالات الهارت فيلير وبيكون على سوليد جالوب، او لما يكون الفنتكل بيملى بسرعه بكميه دم كبيره زي حالات الليفت رايت شنت وحالات الماترال والتريكاسبيد ريجيرجيتيشن والكونستريكتيف بيريكاردايتس. الاحتمال الأخير اللي لازم نفكر فيه لما نسمع صوت بعد السكند ساوند في أي إيريا على الهارت هو الأوبنينج سناب بتاعة الميترال سينوز. دي لها وايد بروباجيشن، يعني تتسمع في كل حتة، والمسافة بينها وبين السكند ساوند متغيرة variable من حالة لحالة. يعني كل ما كان الميترال سينوز سيفيرر كل ما كانت الأوبنينج سناب أقرب إلى السكند ساوند. إنما في كل الأحوال المسافة بينها وبين السكند ساوند دائما أبدا أكبر من المسافة اللي بتفصل two components of the second heart sounds عن بعضه، وأقصر من المسافة اللي بتفصل السكند من الثيرد هارت ساوند، يعني موقعها متوسط بين الاتنين. في لها كاركترستيك تانية، وهي إن السناب اسم على مسمى، يعني سنابي يعني بالطرقة. نسمع بقى opening snap. دلوقتي بقى نعمل لنفسنا اختبار ونشوف هنعرف الحاجات دي من بعضها ولا لا. اختبار رقم واحد، اختبار رقم اثنين، اختبار رقم ثلاثة. اكتبوا النتيجة. اختبار رقم أربعة،
أظن عرفنا كل حالة هي إيه، مش محتاجين أقول الحل. أقول لكم كده: رقم واحد كان opening snap، رقم اتنين كان gallop، رقم تلاتة كان wide but variable splitting of the second sound في حالة right bundle branch block، رقم أربعة كان third hard sound من غير tachycardia.